السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ النهاردة معانا جولة في حديقة الأسرة. عايزة اقول لكم الجنينة تحفة جدا بجد بجد. اللي لسه ما جاش الجنينة يجي هيفوته كتير والله. لو ما جتش الجنينة هيفوتك كتير. الجنينة حلوة جدا جدا، اول ما تخش كده تحس بهدوء اعصاب، يعني تحس ان انت كده بقيت ريلاكس كده في وسط الجناين والحاجات الجميلة قوي ديت. مساحات خضراء واسعة وترابيزات كتير تقعد عليها، والجنينة مش زحمة. يعني عايزة اقول لكم المكان حلو قوي قوي. يعني الناس اللي اعصابها تعبانة ونفسها تهدى كده وتحس بهدوء كده تيجي الجنينة، هتتبسط جدا جدا. الاشجار والحاجات اللي في الجنينة والمساحات الخضراء والحمامات اللي هي الصغيرة المائية ديت حلوة قوي. الجنينة فيها لعب برضو للأطفال جميلة جدا. بصوا المنظر يعني تحفة، يعني شلالات كده وحاجات حلوة قوي. يعني هم مهتمين جدا بالجنينة. سعر التذكرة بحوالي 60 جنيه، احنا كنا يوم جمعة. اعتقد ان هي في الايام العادية بتبقى ب50 جنيه، في العيد بتبقى بحوالي 70 جنيه. عشان انا روحتها مرة في العيد برضو، اللي هو العيد اللي فات دوت، كانت ب70 جنيه، بس لما روحتها يوم الجمعة كانت ب60 جنيه. عايزة اقول لكم اللعب برضو ديت حلوة قوي، اللي هو لعبة النهر السريع ديت حلوة قوي. بتركبي كده في البتاع ديت زي اللي في الملاهي العادية خالص، بس جميلة جدا والرحلة بتبقى طويلة. يعني اللعبة ديت الميزة اللي فيها ان انتي بتقعدي في اللعبة ديت فترة طويلة. الجنينة بقى فيها ترابيزات كتير قوي كده، فيها كشاك بتبيع حاجات وبرضو بيرسموا للأطفال، وحلوة جدا. الجنينة فيها حيوانات حلوة قوي ونظيفة، يعني تحس ان انتي في جنينة حيوانات كده برا البلد. بصوا القرد دوت بينظف ضوافره ازاي، يعني حلوة قوي، بينظف له ضوافره وده راح يفليه. يعني عايزة اقولك منظر فظيع، يعني تحس كده ان انت ايه ده، تحس ان هم ازاي البني ادمين كده، هتشوفيهم تحسي بانبهار كده سبحان الله. يعني منظرهم حلو قوي. انا مش عارفه ده اسمه باين شمبانزي، ده مش قرد، ده باين شمبانزي صغير وعساسيل قوي كده، تحس ان انت عايزه تقفي قدامهم طول النهار تتفرجي عليهم. بصوا بيفليه ازاي، يعني حاجه كده سبحان الله حلوه قوي. بجد هتروحوا الجنينة هتستمتعوا، الأطفال هتحب الجنينة جدا، هتحسي بأمان وانتي في الجنينة على أطفالك. الجنينة حلوة جدا، وعايز أقولك إن النظافة في الجنينة حلوة قوي. يعني الناس ماشية وراكي بتشيل أي حاجة وراكي، يعني لو منديل وقع منك بتلاقي حد جه وراكي شاله. الجنينة اللي انتي قاعدة فيها بتلاقي العامل بيجي ينظف مرة واثنين وثلاثة، في كذا بحيرة كده بتلاقي العامل بينظفها كذا مرة في اليوم. يعني اهم حاجة انهم مهتمين بالنظافة في الجنينة دي قوي، ومهتمين برضو بالحيوانات. تحس ان الحيوانات كده حلوة قوي وصحتها كويسة. يعني انا مش بروج والله للجنينة ان انا واخدة اعلانات او اي حاجة، لكن هي الجنينة صراحة تستاهل، تستاهل ان الواحد يروح. يعني حتى لو هتروحي مرة تجربي المكان وكده، صراحة هتحسي بهدوء كده وتحسي كده ان انتي فعلا فعلا غيرتي جو. بصوا ده طاووس، الجنينة برضو فيها طاووس جميل قوي. انا كان نفسي يفرد جناحه كده وفضلت واقفة جنبه فترة ان هو يفرد جناحه وما فردش. ديت سلاحف حلوة قوي، قعدوا يلعبوا مع بعض كده وينطوا على بعض كده. يعني اول مرة اشوف سلاحف كده نشيطة كده، يعني حتى السلاحف نشيطة هناك. ده تمساح، التمساح كان نايم خالص. الجنينة فيها تماسيح كتير قوي، يعني المكان ده فيه كذا تمساح شكله حلو قوي برضو. تحس ان انتي واقفة جنبهم بالظبط، يعني ما بينك وما بينهم هو يدوبك السور دوت. الجنينة جميلة جدا يا جماعة بجد. ده بقى القرد، يعني عايزه اقولك القرد حلو قوي، بس هو برضو ما عملش اي حاجه. انا فضلت واقفه جنبه برضو عشان يتحرك، عمال اقول له بس اي حاجه مفيش. الاسد كان نايم، بس رجعت صورته تاني هوريه لكم لما يصحى وهو بياكل. كان نايم خالص. يعني ده كده منظر الجنينه. اول ما تخشي كده تلاقي بقى اللي هي القفاز بتاعه الحيوانات ديت،
منظرها جميل قوي، وتحس ان انتي في جنينة شيك كده اكنك طلعتي برا مصر، يعني جنينة نظيفة قوي. دي الاماكن اللي انتوا بتقعدوا فيها، اللي الناس بتقعد فيها. الجنينة بقى فيها، هتلاقي فيها ورود شكلها حلو قوي، اشجار شكلها غريب، في شجر المثمر اللي هي شجر التين، فيها شجر تين كتير جدا من التين اللي هو البرشومي اللي احنا بناكله ده. بصوا الوردة تحفة بجد، يعني الوردة عجبتني قلت انا لازم اصورها. بصوا الاماكن واسعة ازاي للناس تقعد فيها، يعني المساحات الخضراء كبيرة جدا، وفي كل حتة كراسي، يعني في كل حتة كراسي وترابيزة، بحيث ان انتي ايه، هم مش مانعين الناس تقعد على النجيلة، بس حاطين للناس كراسي، وفي كل حتة يعني في كل حتة كراسي ان انتي تقعدي. المكان حلو قوي. بصوا هنا في اللي هو النعامة، بصوا النعامة شكلها عامل ازاي، ودوت القرد، يعني القرد فظيع، يعني تحس ان انتي بتشوفي القرد تحسي بانبهار كده، تقولي سبحان الله بجد، عامل في من البني ادمين كتير، بيتحرك زي البني ادمين تحسي، او يعني انا بحسه فاهم يعني صراحة. بصوا جميل قوي القرد، انا صراحة اصلا بحب القرود جدا، فعشان كده وقفت جنبهم وصورتهم كتير. يعني بصوا القرد ده شايل ابنه ازاي، يعني فظيع قوي. الجنينة ممكن تدخلي اكل معاكي عادي خالص، مش مانعين دخول الاكل، كنا واخدين معانا اكل مفيش اي مشكلة، وبرضو في محلات اكل هناك، يعني الناس اللي مش هتعمل حسابها ان هي تكون معاها اكل، في كذا كورنر بيبيع مثلا سندوتشات، كريب، بيتزا، اللي هي الحاجات البسيطة ديت، والاكل مش غالي، والحاجات مش غالية هناك بسعر برا، الا الشيبسيهات والمية سعرها اغلى من برا حاجة بسيطة. السندوتشات برضو في حدود 35 40 سعر السندوتش وسعر الكريب. والجنينة تحفة جدا. الجنينة بقى موجودة فين؟ الجنينة موجودة على طريق الرحاب، بس مشكلة الجنينة ديت ان انتي لازم يبقى معاكي عربية، يعني ما ينفعش تروحي، هي ملهاش مواصلات، هي على اول طريق الرحاب. بصوا دي بنوتي قالت لي ان هي عايزة تأكل القرود، فخليتها تأكلهم، ودوت الطاووس، وادي الاسد اهو لما صحي. بصوا قاعد باشا باشا، قاعد اسد كده، تحسي ان هو اسد بجد، يعني في صحة كده وحيوية، وحاطين له كورة كده جوه البتاع، والاسد فيه حيوية والله، بالرغم ان هو كان نايم في الاول، بس انا وقفت جنبه كذا مرة راحة جاية ببص عليه، بيتحرك كويس جدا، وتحسيه كده مش زي اللي في جنينة الحيوانات نايم كده وعجوز، لا هو الاسد اهو ده اسد تاني غير التاني ده، عشان التاني ده كان اسد بنت، ده اسد ولد اهو بياكل. عايز اقولك ان اللي هيروح هناك هيتبسط بجد، بس للاسف الجنينة بتدفع على الاطفال، يعني لو عاملة حسابك ان انتي هتروحي ببنتك او ابنك مثلا وعندهم 10 سنين هيدفعوا، الاطفال بتدفع في الجنينة عادي خالص، الاطفال لحد 5 سنين او 6 سنين ما بيدفعوش، فوق كده هتضطري ان انتي تدفعي لهم تذكرة، بس والله العظيم الجنينة تستاهل ان هي تتروح، يعني لمي اهلك وعيلتك كده وروحوا اقعدوا هناك يوم. الجنينة فيها ناس كتير، بس بالرغم ان في ناس كتير، بس برضو حاسة ان الجنينة رايقة وفاضية. يعني الجنينه بقى فيها اماكن لعب للاطفال كتير جدا، انا ما صورتهاش لان انا في فيديو قبل كده صورت ونزلت اماكن لعب الاطفال كلها اللي في الجنينه لما زرت الجنينه المره اللي فاتت. المره دي بقى قلت اصور لكم الجنينه كلها بالنهار، ولو لسه ما اشتركتوش في القناه يا ريت تشتركوا وتفعلوا زرار الجرس علشان يوصل لكم كل جديد، ونحاول ندعم القناه ان هي تكبر، ويا ريت تفعلوا زرار الجرس عشان اول ما انزل فيديو تبقى انتوا اول ناس تتفرجوا عليه، وكل ما اروح في اي حته اصور لكم المكان اللي انا رحته، وبحاول ان انا اصور لكم المكان بحيث ان انتوا اكنكم تبقوا موجودين في المكان بالظبط تشوفوه، بشوفه بعيونكم، يعني اللي هو ان انتوا اي حاجه عايزين تشوفوها بحاول اصورها لكم بقدر الامكان ان هي توصل لكم اكنكم رحتوا المكان وتستمتعوا زي ما انا استمتعت بالمكان بالظبط. بصوا يعني الاشجار والحاجات
الصبار ده شكله جميل قوي، وبصوا الجنينة نظيفة ازاي. يعني بحبكم في الله، وما تنسوش طبعا تشتركوا في القناة. مع السلامة.